يسعد صباح كل اللي بيشاهدونا، واهلا وسهلا فيكم في حلقتنا اليوم، فقرتنا في دنيا دنيا. اليوم معنا ضيف معتز، كيف حالك حبيبي؟ راح نعطيكم تمارين اليوم زي ما انتم شايفين على الستبس، يعني بامكانكم تشتغلوا معنا في حال كان عندكم ستبس او اي شيء ممكن تطلع عليه، سواء كان درجه بالبيت او اي شيء ممكن هيك يكون بس مرتفع بشكل بسيط جدا، حتى مش ضروري يكون يعني مرتفع عالي. بنقدر نبدا بتمارين بسيطه، بعدين يعني هي ممكن تسموها زي تمارين كارديو. نبدا تمارين بسيطه، نرفع بس الهارت ريت شوي ونحمي جسمنا عشان نكون جاهز للتمرين. نفس باستمرار، نضلنا نعكس. هلا بنطلع برجل الثاني، كنا نطلع هلا باليمين نطلع اليسار وبنعكس. ممكن نحمي بشكل ثاني، نعمل ليج كيرل وبنرجع. خلي الرجل تثني لورا، خليها الكعب لازم تقريبا يطلع. بنعمل ستريتش نفس الوقت لعضلة الكوادروسيبس، وبنعمل زي سكويز او حركة او ضغط على عضلة الهامسترينج عشان نحركها. الرجل الثانية اب اب، نكمل نعمل سويتش بالحركة، بنعمل ني اب، غير الاتجاه. صدر دائما مرفوع، نعمل بالانس. مش شرط تكون الحركة بنفس السرعة اللي احنا بنشتغل فيها، ممكن نبسط على حالنا بس اهم شيء يضل عندنا كنترول على التمرين. جود، ون مور، نريح هيك شوي، ارتفع الهارت ريت عندنا، عضلاتنا شوي حميت. ممكن نعمل تمرين اسمه اللي هو الووكينج سكوات، بوقف فوق الستيب بنزل سكوات، بعمل ستيب ستيب سكوات، برجع داون اب ستيب ستيب. جود، الصدر دائما مرفوع بالسكوات. هلا هون الفرق بين انه نشتغل سكوات عادي او رجل تحت، الرجل اللي فوق بصير عليها ستريتش اعلى، بالتالي بتكون شده التمرين عليها اعلى. جود، داون، اوكي، ون مور، هاف سايد، هولد، اوكي. ممكن نعمل تمرين ثاني للابر بادي، نفس الشيء بس بطريقه البوش ابس. خلي ايدينا على الستيب، ممكن على الركب او على التوز، نعمل بوش ستيب داون، نرجع على الستيب. جيد، ما ننسى الاوبشن السهل دائما، داون، النظر لتحت، جسم كامل مشدود ستريت، داون، جيد. Okay. Last one. نرجع للسنتر. Okay. Down. Hold. Okay. ممكن نعمل تمرين سكوات اللي بعده بس مع الحركة. الآن كنا ناخذ ستيب، هلا بناخذ جامب وبننزل لتحت. Down. Down. بنزل بالحوض لتحت. Okay. Step. بطلع لفوق اعلى عشان ازيد من ليفل. ممكن نحط السب بالعرض، اوكي، تحت. تمرين البيومتريك دائما ترفع الهارت فيس بشكل اسرع. نعم،
غاد اوكي مو نغير تمرين ممكن نلعب دبس اكسرسايز نطلع كمان مره على الابر واللور بادي واذا لاحظتوا نعطي تمرين لور بادي تمرين ابر بادي عشان ضخ الدم ينتقل من تحت لفوق ينزل دبس تحت صدر دائما ستريت بنزل بعمل تاتش خفيف على الارض بطلع نظم نفسي بريت اوت بس اطلع اب داون اوكي مره هولد اوكي التمرين لوا بايومتريك كمان مره بس وبنزل شوي اب بدي اطلع برجلتين وانزل برجلتين في حال حسيت الطلعه صعبه ممكن اغير وانزل بالتنتين او العكس بطلع وبنزل رجل اوكي اب داون اوكي بنزل بمتص وزن جسمي بركبي بثنيهم شوي بس اطلع اب داون شغل عضلات الكوع اوكي بس جيد وان مور اوكي هولد اشتغل تمرين للابس على طول اذا بتلاحظوا ننتقل من عضله لعضله عشان نستفيد ماونتن كلايمر بالشكل هذا خلي ركبه تروح باتجاه الكوع المعاكس جو جيت نظم نفسنا جيت اوكي نجوه اكثر كمان اذا بقدر اوصل للكوع عمل تاتش بيرفكت كمان اوكي لاست 3 2 1 نثبت نعمل تمرين البريدج نرجع خلي رجلينا فوق الستيب وننام على الارض يدينا على الارض راسنا على الارض نعمل بوش كامل نعمل سكويز كامل لغاية ما الجسم يفرد وبننزل شوي الفرق بين انه نعمل التمرين هذا على ستيب او على الارض انه الرينج اوف موشن اللي نلعب فيه المدى الحركي هون اوسع في معاي مدى طويل بلعب فيه وهذا بفيد العضلة اكثر اطلع كامل يو نفس اوكي اوكي بوش اعلى كمان جيد صعب التمرين شوي ممكن نعمل بوز خفيف فوق ننزل بطيء اوكي ضيح نعمل الهافر بيز من الوضعية هاي برجع هون على الستيب نفسه اريح ما تكون على الارض اوكي داون واسحب على طول جود جست مرفوع خلي الرجلين واسعين طبعا عشان تحكم في البالانس اكثر داون اب داون اوكي بيرفكت جست اب 3 2 1 نرجع لتمرين الكارديو اللي بدأنا فيها
نعمل ني اب ونرجع. اوكي جود. ممكن ارفع ركبي هلا، اعمل كروس بجسمي بالكوع على الركبه عشان اشغل برضو جوانب الجذع. هوب كمان ركبي اعلى لفوق، بلف جذع كمان. اوكي جود مريح. تمرين بوش ابس بالشكل البلايومتريك الاصعب هذا. هلا بنحط ايد على السب وايد تحت زي ما عملنا السكوات مع جنب، راح نعمل البوش اب مع جنب من هون داون داون. اوكي ممكن نقول ايدي نقل بس نحاول نعمل بوش. اوكي بوش اوبشن الركب تحت هولد. ها بلعز كيف ثابت واضحة. نعمل ستيب، نعمل كومباوند كرانش بين اللور والأبر بادي، نرفع رجلين نطلع وننزل مع بعض. طبعا لما بحكي ننزل بيضلوا ركب فوق الحوض ثابتين عشان سيفتي لأسفل الظهر، لأن لو نزلنا برجلينا كتير لتحت راح يصير في تقوس في الظهر، هذا بسبب لنا ألم. اوكي اب اب داون داون جود. نفس Good job. Last one. Hold. Okay. نعمل تمرين سكيتنج بس من فوق للستيب. مثلا هون بدي احاول اطلع من فوق للستيب. تمرين كارديو. اوكي. زي اللي بيعمل سكيتنج بنسرع داون، بنميل برجلي لجوا اكثر ولتحت اكثر. جود 3 2 1 هولد. جود يعطيك العافيه ممتاز. نجيب الستيب شوي، نعطيكم بعض تمارين الستوشنج برضه على الستيب. خلي رجل فوق ورجل تحت، نتني اللي تحت خلي فوق مشدودة، ننزل شوي شوي عليها، نعمل ستريتش لعضلات الخلفية للرجل. طبعا مش شرط ألمس الستيب لكن قدر استطاعتي بعكس. اوكي رسمي اللي على الارض واللي فوق بتضلها مشدوده. نفس نعمل تهدئه للجسم عشان نبض القلب ينزل تدريجي كمان عشان يكون بشكل صحي. اوكي حط رجل هون رجل تحت، نعمل للادكتورز اللي هي العضلات الداخليه. اوكي نعكس. صدر مرفوع، بميل اكثر اذا بقدر. جود. تنزل على الستيب، حط ايدي فوق الستيب، بنزل تشيل بوز شوي شوي. نفس. اوكي هيك حبايبنا
بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. إن شاء الله نشوفكم في حلقات أخرى ويعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. شكرا كابتن.